السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. مسلسل وادي الذئاب، المسلسل البوليسي الأكشن الذي تربع على عرش الدراما التركية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، ويعتبر المسلسل التركي الأكثر مشاهدة ليس في تركيا فقط بل وحتى في الوطن العربي. في الفيديو السابق تكلمنا لأول مرة في اليوتيوب عن أخطاء مسلسل زير سالم، وفي هذا الفيديو سنعرض لكم أشهر 12 خطأ جديدا ظهروا في مسلسل وادي الذئاب.